احنا لقينا داكشي اللي جبتينا زدنا اليوم هاد العلاقه اللي كتحش الخشبه جبتنا تما نمشيو نقفو وقفه ديال ما شي ولا كما كتشوفوا الخشب هذا البيض جبتنا اليوم البيض هذا الاخر البيض المهم راه جمعتكم كاع جمع داكشي كامل هنايا راه عندي كل اللي عندي اليوم هنا انا شحال من كوبي كده تما ربع ديال لي كوب كاينين دابا هنا ما شاء الله واحد هنا عندهم اولاد عارفين دابا البيض ما كتشوف الخوت بقاو بعدا عندهم البيض اهم حاجه الخوت ها هو بعضهم اللي يستيقظ اهم حاجه زوينه هذا جينا مع داك السيد اللي شرينا عنده داك كرونطاي اللي قلنا قلنا لكم بلا بتشعلة اللي كيبيع فيه مشينا عنده شرينا عنده ديك كرونطاي كبيرة ديال الزبرة الطاي الكبيرة المهم كما كتعرفوها مشينا وشرينا عنده هاد اللعيبة هادي قال لي هداك ديري زوينة فيها المهم غنحطو دابا فهاد لاكاج الكبير حطو هادا شي قنت المهم حطو هادا هاد البلاصة كما كيما كتشوفو حتى هاديك اللعيبة ديالنا اللي شرينا دابا هاد لاكاج هذا لاكاج اللي كان هنا هنا فين غنديرو داك الباطاي الكبيرة ديال الطيور ديالنا كما كتشوفو المهم الخوت هما شريناهم كاينين هنايا تكر زويان واحد تكر زوين واعر ونتوا ديالو المهم الخوت هادشي اللي كاين خليكم مع لاكاج هادا الكبير واحد مليحة فرحاش مرحبا بكم داركم جديدة كان حسن بيجا من هاد الشيء مرحبا بكم في داركم جديدة شميكي
قاد ما تخرج من الجماعة انتم ما كنت كما كتشوفوا هما اللي بيشريونا على طير كبيرة انتم ما تخرج ان شاء الله اليوم داري اللهم بارك وزيد في داري المهم هادشي اللي كاين الخوت كنتمنى يعجبكم هاد الفيديو هذا و يعجبكم هاد الفيديو الخوت بارطاجيوه باش نبقى ندير لكم الفيديو معطيكم والاستماع هادشي ان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد ولكن نهار نكملو هاد الديور هذا 22 يوم غندير لكم عاوتاني فلوق جديد ان شاء الله يقدر السيمانه الجايه يقدر السيمانه اللي بعد هاد الشيء المهم غندير لكم فيديو ان شاء الله على فاش غنشري البيروش فاش غيخرجوا الطيور من العش نهار يخرجوا دوك الطيور من العش راه غادي النهار غنشري البيروش الخوت ان شاء الله كما كتعرفوا شريو البيروش على كاش ديالو راه كاين محطوط نقي غسلتو وغديتو هذاك هو لا كاش ديالهم غنشري البيروش ان شاء الله نتمنى الله يسخر لينا في هذا الكوبل هذه اللي شرينا اليوم ديال برونتاي قالوا لي زوينه داكشي شري الخوت الله يسخر ليا فيها الماكله ديالها وفيها كلشي ديالها وهادشي اللي كاين الخوت ولاتكم هاد الفيديو هذا بارطاجيو وابونيو الخوت البوطون حمراء مكسرونا الخوت وركوا على البوطون حمراء و الله يوفق الجميع الخوت دعمونا الله يعطيكم الخير مكسرو حتى حاجة بارطاجيو مع صحابك ودير ابوني هادشي اللي كاين الخوت حتى الفيديو ان شاء الله تهلاو فيكم بيس ليكم